مرحبا بكم في قناتي من جديد، ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة. اليوم جيتكم بفلوج يخص التنظيم الكوجينة والترتيب متاعها نهار اللي نقضيه، بالنسبة للبنيات اللي عرسوا جدد، ولا بالنسبة للبنيات المدللين اللي في دارهم ما قبل ما كانوش يعملوا حاجة كبيرة، باش نسهل لهم الأمر هذايا. وتو تبعوني كيفاش باش نبدأ نشري المشتريات، كيفاش باش نرتبهم، وكيفاش باش ننظمهم، وشنو ما الحاجات اللي باش نستعملوهم معناتها للتنظيم وللترتيب. وبالطبيعه في الاخر باش ندلل رواحنا بكعبات بيتي فور باش نعملوهم في الاخر، باش معناتها بعد هذاك التعب اللي تعبناه نمتعوا. بالطبيعه الانسان يكافئ نفسه على التعب والمجهود اللي قام به. عندنا 4 خطوات باش نتبعوهم باش ننظموا كوجينتنا، وكما قلت لكم 4 خطوات باش نتبعوها. باش اول حاجه باش نعملوها هي نسوقوا مره في الاسبوع، مره في الجمعه تخرج تسجل القضيات نتاعك الكل، تكتبهم في ورقه، وتحاول باش معناها باش كيف تمشي تقضي ما تقعدش تشري في الحوايج اللي ما حاجتكش بيهم. دونك تشري قضيات الخضره، الدجاج، اللحم، كل شيء معناها تشريه في يوم واحد باش ما تقعدش كل يوم وانت تعب روحك. الخطوة الثانية كونك تشري الديبوات باش تخلي فيهم مثلا اللحم والدجاج متاعك، بوات دو كونجيلاسيون باش كيف انت ترصفهم في الفريجو يقعدوا منظمين، وتعرف كل مرة تجبد اللي حاجتك بيه حسب اعداد كل منيو ترمي حسب اعداد افراد العائلة. كيف زاد عنا تجري المنظمات، تغسلهم المنظمات اللي عندك الكل، تغسلهم هذوما اللي تشريهم من قبل، تغسلهم قبل ما تحط فيهم المواد اللي شريتها، سواء خضرة سواء غلة سواء اي حاجة معناها الغسلين، باش الحاجة حتى كيف ترمي الخضرة والغلة ما تعدم. هنا مثلا بواد دو كونسيرفاسيون خديتهم للخضره، هنا يذوم المنظمات للطماطم والفلفل والمعدنوس، حسب انت كل حد حسب الفريجيدير نتاعو الكبر نتاعها. هنا مثلا او فما هذوما لي بواد كي تسكرهم ديجا ويبداو هما معناها فيهم هكايا معناها تهويئه للخضره اللي عندك. هنا زيدا كيف تغسل الثوم اللي باش نخليو فيهم الثوم والبصل والبطاطا، نغسلوهم ديما كل ما نشريو القضيه جديده في الاسبوع هذاك نغسلوهم باش معناها ما تعدمناش الخضره نتاعنا، باش تقعد ديما فرشكه. هنا عندي الخضارات اللي باش نخلي فيهم يبداو فيهم منقبين معناها باش الخضره نتاعنا ما تعدمش. نحاولوا احنا نشريو حاجات هكايا تبدا صحيه، وباش تقعد ديما الخضره فرشكه، وكل حاجه كيما قلنا زيدا كل تكون كل حاجه عندها المكان نتاعها، كل ماده تكون عندها المكان نتاعها، باش انت ديجا كيف تجيب القضيه نتاعك ما تقعدش حايره ومش تخليها مره تقعد في البرا الفريجيدير، مره في الرخامه، مره في فوق الطاوله، ديما تتنظم هكايا بصفه كبيره. وكل حد حسب الذوق نتاعو يشري البوات الخضره حسب النوع، فما اونبوا وفما في البلاستيك فما في اللينوكس، كل حد يشري حسب الذوق نتاعو. بالنسبه للغله والغله نتاعي شريت كعبات دقله زيدا كيف دي بواد دو كونسيرفاسيون صحيين. هو انا مخديت تيبر وير، اما حتى اللي ما يقترش حتى مثلا ما يحب انواع اخرين يجم ياخذ انواع اخرين، اللي فما برشا انواع ويبداو الوان زاهيه وهذيا هكايا في الفريجيدير. هذيا كيفاش نظمت انا لي بواتي عندي، نحاول انا ديما حتى الفريجيدير نحبه هكا منظم باش نشرح حتى وقت اللي باش نجي نطيب ولا باش نجي نستعمله، نمد اي حاجه تكون معناتها عندها المكان نتاعها ونعرفها طول نمشي لها طول باش نمدها ونستعملها.
أو كديجا قجر هذية. عنا القجر هذية فيه الخضرة حطيته كهو قجر كبير. أنا بش عملته شريت المنظمات كيف كيف، شريت شوية فاكية اللي ديما باش نستعملها انا في وسط الاسبوع هذاك، باش نستعمل مثلا مش نعمل كعبه حلو، نبدا ديما عندي شويه لوز مرحي. الخطوه الثالثه اللي نوصيكم به كون كل نوعيه نتاع مواد تتحط في منظم وحدها، مثلا مكونات الليجاتو نحطوهم في منظم، هذه طماطم الفرماج نحطوه في منظم وحده. كيف كيف زاده نجيو للبرودوي اللي نغسلو به لافيسيل، نحطوه نخرجوه نحيوه من الباكو نتاعو، نحطوه في معون بالنار باش نحطوه في الرخامه يبدا على اليد. كل ما نستحقوا باش نغسلوا الماعون نمدوا، ما تنقعدوش معناها نمدوا الباكو ونتعطلوا حتى التنظيم معناتها الفوق الرخامه هكا تكون حاجه معناها تكون حاجه او كهذير. حطيت المنظم هذايا، حطيت فيه البرودوي التنظيف الدينول معناتها المواد التنظيف، وحطيت بعدهم المواد نتاع غسلين الماعون ولا البرودوي تاع غسلين الصابون. وتعرفوا وين علاش عملت لكم هالفلوج هذايا؟ على خاطر حسيت اللي انا عندي تجربه نتاع قداش من عام في التنظيم والترتيب، وديجا معني عندي فكره كيفاش الحاجات معناتها ننظموهم ونرتبوهم. والخطوة الرابعة نوصيكمش بعد كل يوم تاع فيه تعب كيف ما هكايا، نكافئوا أنفسنا بحاجة نحبوها، نعملوا كعبة حلو باش نشربوا بها القهوة العشية، كل حد شنية الحاجة اللي هو يحب يعملها وتفرهد عليه. دونك أنا ديما كل من نتعب نكافئ روحي وندلل روحي بحاجة نحبها ومعناها تفرهدني وتروح على نفسي. دونك ما نوصيكمش، هذه المكافأة النفس راهي حاجة ضرورية برشا برشا برشا. شي نحبها بيتي فور، كعبة بيتي فور، ما هو هذي اللوز اللي شريته، هذي اللوز المرحي، عندي 200 غرام لوز مرحي باش نعمل عليه باش نصبه. هذه قلت لكم انا نشريوه باش معناها كل ما باش نسحقوا العشيه باش نعملوا قهوه عربي، نعملوا معاها كعبه بيتي فور باللوز باش نسحقوا كعبه اللوز هذوما اللي باش نزينوا بهم، 200 غرام لوز مرحي، كعبه بيض الاصفر وحده والابيض وحده، ومغرفه عطر شيا، ومغرفه كيف كيف زاده زيست نتاع ليمون. اول ما باش نعملوا 100 غرام سكر محور، دونك باش نصبوا السكر المحور نتاعنا، باش نحركوا السكر نتاعنا مع اللوز باش نحركوه، ومن بعد نرميو الاصفر البيض نتاعنا في وسطو ونخلطو، خلطناه. وبعد باش نعملو الابيض البيض زادا كيف كيف باش نصبوه، عنا المغرفة عطر شيا والزيست نتاع الليمون صبوه فرد مرة باش تقعد النكهة نتاعو بالزيست الليمون، يقعد فيه هيك البنة الليمون تقعد بنينة برشا برشا. وبالطبيعة احنا اذا كان ما تخلطناش باش نزيدو شوية مع عطرشية، باش نزيدو مغرفة مع عطرشية. هاكا التكستير نتاعو، نحضرو طبق فيه بابيي كويسون. بعد ما كملنا الكعبة نتاعنا باش ناخذوا كعبة اللوز نتاعنا، نقعدوا كل الكعبة نرميو فيها كعبة لوز من فوق،
بعد ما حضرناهم نخليهم في الفور على 160 درجة لمدة 7 دقائق، وبعد كي نطفيو على الفور نخليهم ترجع عليهم نارهم باش معناتها ما يقعدوا من الوسط طريين، ما إذا كان تخليهم أكثر في الفور يوليو يبسي. دونك معناتها أكثر وقت 7 دقائق مع جيست عندنا العظم من اللي باش يطيب. وتوا بعد ما حضروا كعبة البيتي فور بتاعنا باش نعملوا قهوة عربي ونمشي ونقعدوا بعد المجهود اللي قمنا به. إن شاء الله عاد يكون الفلوغ اليوم عجبكم، وإن شاء الله الطريقة اللي اعتمدتها أنا معناها ساعدتكم وعجبتكم، وقولوا لي في الكومنتار إذا كان عجبتكم حاجة، إذا كان عندكم مؤاخذة على حاجة اكتبوا لي في الكومنتار، وما تنسوش عاد الجيم والكومنتار والاشتراك في قناتي إذا كان عجبكم الفيديو، وإلى اللقاء مع فيديو جديد وفكرة جديدة.